عودة لجهود الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استأنف جولاته الميدانية امبارح بزيارة مجموعة من المصانع في الشرقية والإسماعيلية، وفي نهاية الجولة أكد على أهمية الزيارة لهذه المصانع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة العاملين في المصانع مع استمرار عجلة الإنتاج. خلونا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة الحقيقة يعني زيارة مهمة لمناطق مصانع بتعمل النهاردة في محافظتين، محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية، في المناطق الاستثمارية والحرة في المحافظتين. الهدف كله طبعا إن يعني إن إحنا نتابع كدولة توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإن عجلة العمل والإنتاج إنها تستمر وتشتغل، ولكن إن إحنا ناخد كل الإجراءات الاحترازية بقدر الإمكان اللي موجودة عندنا علشان نحافظ ونضمن سلامة وصحة المواطنين اللي بيعملوا. ودي هي المعادلة المهمة جدا، إن إحنا الاقتصاد يفضل يعمل ويشتغل، ولكن في نفس الوقت بناخد كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين صحة وسلامة عمالنا. فيمكن الحقيقة كان الهدف من هذه الزيارة إن إحنا نتابع موقف التأمين والإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بيها هذه المصانع، ونشوف كمان إن الحمد لله عجلة الإنتاج بتشتغل. ودي الرسالة المهمة جدا لكل المواطنين المصريين، إحنا لازم نفضل كدولة عشان نتقدم ونستمر، لازم نفضل نشتغل بأقصى قدراتنا، وإن إحنا النهاردة كل المطلوب مننا إن إحنا نحافظ على صحتنا ونأمن إحنا كأصحاب أعمال ناخد كل إجراءاتنا الاحترازية عشان نضمن سلامة وصحة العاملين معانا، ولكن لازم عجلة التنمية والاقتصاد تستمر زي ما قلت لحضراتكم، لأن ده هو المهم واستدامة النمو في بلدنا. النهاردة عشان كده إحنا بنؤكد على إن ضرورة إن إحنا نفضل عجلة التنمية تستمر. إحنا لازم إن إحنا ناخد بالنا، ويمكن ده أنا كنت بأكد عليه مع أصحاب الأعمال، ممكن يكون هناك فئات من العمالة النهاردة ظروفها الصحية أو ممكن يكون الفئة العمرية بتاعتها إحنا خايفين عليهم، فدول بصورة مؤقتة نحاول إن إحنا نخفف عنهم أو حتى يعني ياخدوا بعض الأجازات اللي مدفوعة الأجر، لكن الأهم يبقى الحجم العمل نفسه ما يتأثرش وتفضل حركة العمل والتنمية بتحصل، وهو ده هدفنا من هذا الموضوع. نمشي دايما في المسارين مع بعض بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الاحترازية والصحية ناخدها مع بعض، وإن شاء الله يا رب بإذن الله مصر تعدي على خير من هذه الأزمة بإذن الله، وإن الحمد لله إحنا حتى هذه اللحظة ماشيين طبقا لكل الخطط والمعدلات اللي إحنا كنا مقدرينها للأزمة، وإن شاء الله ربنا يحفظ ويسلم مصر إن شاء الله.